توفرت كل الأسباب فكان الفشل محتوما. وجد داعش ولاية خراسان الثغرة وما أكثرها حول مطار كابل ليضرب ضربته. تفجير انتحاري تلاه اشتباك بالأسلحة النارية أسقط قرابة 170 قتيلا بحسب ما نقلت CNN عن مسؤول أفغاني. حصة جنود المارينز الأمريكيين من هذه المأساة كانت 13 قتيلا ونحو 20 جريحا في أسوأ خسارة منذ 10 سنوات. النيتو قال إن طالبان ستشدد الأمن لإدارة الحشود عند المطار، لكنه دعاها للتحقيق في شبكة داعش بعد أن أخرجت الآلاف من السجون. أما الحركة التي خسرت 28 من عناصرها فتبرأت من المسؤولية وقالت إن الهجوم وقع في منطقة سيطرة أمريكية. إذن في كابل غابت السيطرة الأمريكية على الأرض، لكن في واشنطن هناك ضغط لاستعادة السيطرة سياسياً. الرئيس السابق دونالد ترامب الذي وقع اتفاق الانسحاب مع طالبان لام بايدن واعتبر ما حدث مأساة كان يجب عدم السماح بحدوثها. أما نواب الكونغرس فكان شاغلهم الأهم هو العودة إلى قاعدة باغرام العسكرية كي تكون مركزاً للإجلاء ومنطلقاً للانتقام من داعش. البيت الأبيض استبعد خيار العودة إلى باغرام باعتبار أن القادة العسكريين لم يؤيدوا هذا الخيار، لكن ساكنه توعد بانتقام قاسم.